تعتقد ان ستاند اب كوميدي بالعالم العربي بيمشي؟ والله ستاند اب كوميدي جديد في العالم العربي وفي السعوديه جديد، وبالنسبه لي انا ابتدات ستاند اب كوميدي اسويه باللغه العربيه. نعم. لانه العرب هم اهل الفكاهه، هم اهل الكوميديا، فليش ما يكون عندنا ستاند اب كوميدي؟ يعني جاي متدرب جاهز، يعني جاي جاهز على الاخر بقى يا باشا. اهلا حبيبي. ايوه كده نهاره فل استاذ. اصل النهارده يوم صعب وما شفتش حد كويس لغايه دلوقتي، فنفسي بس ايه، انا عايز بس ارشدك لحاجه. انت قدامك دقيقتين. ناس كتير من اللي بيجوا يعملوا الكوميديا بياخدوا وقت على ما يبتدوا، على ما يجهز النكته. ايوه، خد بالك من الدقيقتين وتفضل ورينا نفسك. انا ابتديت دلوقتي جدا. طيب حبايبنا اهل الوطن العربي، ابغى تحيه الان. نتابع في قناه ام بي سي بدوا يدبلجون الافلام للغه العربيه، صح؟ صح صح. وعرضوا فيلم الجاد فادر اللي هو العراب، صح؟ بس عرضوه بالسوري. لما عرضوه بالسوري انا كنت افكر ليش ما حطوه بالمصري مثلا؟ نجرب جاد فادر بالمصري. ايوه يا جاد فادر، بص هقول لك على حاجه، انت يا تبقى راجل معايا يا بقى نادي الشباب بقى يعملوا معاك الواجب بقى ولا ايه؟ لا 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 لا، ما ينفع ما ينفع، مش كده ما ينفع. ليش ما عملوه باللبناني؟ شو بدي اقول لك جاد فادر؟ هاي كيفك صبا؟ كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. بدي اقول لك شغله، يا اما بتشتغل معي منيح يا اما بعيط له للشباب بيعملوا الواجب معك، صح هيك؟ كيف مثل الحال؟ مثل الحال؟ سوداني. ايوه يا جاد فادر، امشي ريح جبال كوكايين وخلينا بقى نشتغل بقى براحتنا بقى، نبيع نهرب من هنا من هنا. ماشي سيدي منيح جافر جافر. ما يمشي. ايش تتوقع يا استاذ علي انه يمشي؟ ممكن مغربي. جاد فادر تقول لك حاجه، هادو الطليين تيقتلونك، انت اول شيء تعمله تاخذ بعضك وتهرب لسوريا. ايه تنقول لك. واخر شيء قررت قناه ام بي سي انها تعمله بالسوري، صرت اشوفه كانه باب الحاره. لك اهلين جاد فادر، كيفك؟ وشكلين؟ شكلين؟ ويعطيكم الف عافيه. خلينا نشوف اذا الروح المرحه هيدي وصلت لحدا من لجنه الحكم. تفضل عمرو. لا بتعدي تعدي وتمرق وتعبر وكل حاجه. انا حسيت انه عندك موهبه تقدر تعمل حاجه. اللعبه حلوه عجبتني وهنلعبها، بس مش وجعان نلعبها على طول. صح، لازم المره الجايه تجي لي بحاجه فيها اساس قوي وواضح ويقدر يبسطني. بس انا انبسطت. لا حلو، ما عنديش معاك. تشرف. الفكره كانت لذيذه. حملتك شيء مهضوم؟ انا بعتقد انه كمان عندك بوتنشل، بس ولكن انا باعتقادي بده يكون في حرفيه زياده اكثر بشوي. يعني انا حسيت انك انت وصلت 65 ل70% من اللي بدك توصله، مش اكثر من هيك. خلينا نصوت هلا. عمر، فله شمعه منوره معايا استاذ. نجوى، انا بحس انه بقدر بعطيك فرصه تاني. نعم ثلاثه. نعم.